الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. فائدة بإذن الله لقراءة القرآن بدون تعثر. تقرأ القرآن وأنت متركز وتفهم وتقرأ بسرعة كذلك. هذه الآية ستجعلك تقرأ بسرعة. في كل حزب تريد أن تقرأ القرآن، من كل بداية حزب أو جزء من القرآن تبدأ قراءته من جزء إلى جزء. مثلا من حزب بداية الحزب القرآني مثلا ستقرأ ياسين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، تقرأ 7 مرات. تقرأ 7 مرات، ولما تصل الأجزاء، جزء الأول جزء الثاني جزء، تصل الأجزاء تبدأ تكررها 3 مرات في كل جزء من القرآن. النصف، الربع، تكررها 3 مرات. ياسين والقرآن الحكيم. بهذه الطريقة تقرأ القرآن وأنت متركز وبسرعة وتفهمه وبدون تعثر. ينطلق لسانك في قراءة القرآن، ينطلق لسانك وسيطوى لسانك، يعني يفتح لسانك تقرأه بسرعة. مثلا إذا كنت تستغرق في قراءة القرآن ساعة، ستستغرق في قراءة القرآن 40 دقيقة. فهمتم؟ ياسين والقرآن الحكيم فيها سر عظيم. تكرر 7 مرات لما تبدأ بالقراءة، ولما تصل للربع والثمن والنصف تبدأ تكرر 3 مرات، ياسين والقرآن الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم. تكرر وسترى، ستقرأ القرآن بسرعة وبتركيز. هذه من مجرباتي أنا شخصيا. هذا كل شيء، وأتمنى لكم الخير، وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.